رينج روفر اتش اس اي سبورت هي سياره موجوده معنا اليوم ببلاتو اوتو فوكس موديل 2007. اكيد سياره كثير حلوه محبوبه كثير بلبنان. سياره اكيد انجليزيه بيصنع الموتوره شركه جاكوار. فعم نشوف اكيد اللون كمان موجود معنا اليوم يلي كمان كثير حلو الابيض. ما بنشوف كثير ناس بتشجعوا يمكن على اللون الابيض، بس انا من الالوان اللي كثير بحبها على السيارات الابيض لانه بيعطي شيء غير عن السيارات العادة والالوان الكلاسيكيه. بيعطيها كمان تاتش اوف كلاس يعني اكثر من السيارات العاده، وبيعطيها كمان جمال اكثر. عم شوف السياره هون موجوده فيها كثير اوبشنز. كنا عم نشوف اول شيء الفرونت تبعها، هلا بنرجع له. رح نكون عم نشوف الاوبشنز الصغيره اللي هيك تفرق بين سياره وسياره، مثل السايد ستبس اللي عم نشوفهم هون، ال 19 انش ويل كمان اللي هن دوليب كثير مهمين وكبار وكونتيننتال ماركت كارتيرات اللي اكيد كثير مهمه حتى يكونوا عم بيحملوا التقل تبع السياره تقريبا توزن 2500 كيلوغرام. كمان عم نشوف فوق الروف راك يلي كمان بورتسكي او بتحطوا حيلا شيء مثلا بحال كنتم تروحوا على لونج تريبس فيكم تحطوا قصص فوق واتسبتون. عم ننتقل ونشوف الرير اند تبع السياره يلي كمان قصص هيك صغيره كمان بتفرق مثل ما كنت عم بقول لكم، يلي هي الدفاع البروتكشن تبع الاضويه اللي كمان اضويه كثير حلوه وغيروا لهم شكلهم عبر سنين رينج روفر، وكمان في لهم دفاع. خلينا نشوف كمان هون الباركترونيك او السنسرز تبع الباركينج كمان الموجودين بهالسياره، وكمان المحل بالصندوق يلي اكيد في كثير واسعه بقلبه، كمان في غطاء كمان تتغطوا الصندوق بحال عندكم اغراض تنتزع او ما بدكم الحراره توصلهم من خلال اكيد اشعه الشمس ولا ازاز اللي بيزيد الحراره، وكمان ضل في حراره كثير بقلب السياره. كمان شوف شغله حلوه كثير بقلب بشكل بالديزاين تبع الرينج روفر، كان قبل الرينج روفر يجي اكثر فلات يعني يجي من وراء الازاز دغري فلات، صار اكثر ايروديناميك الشيب تبع هالسياره اكيد الاس يو في من شنكريت لاند روفر. رينج روفر اكيد موديل 2007 فيه كثير غيارات عن قبل سنين، كمان مثل ما بنشوف هون الفتحه اللي بتعطي بنفس الوقت استاتيكلي كثير حلوه شكليا كثير حلو، وبنفس الوقت بتخلي الموتور تبعها اللي 4.4 لتر انجن كمان رياحه اكثر يتنفس يفوت هواء من هالساكت. رح خليكم تفوتوا من هالميل قلبها لانه في كذا مزايا بحكيكم عنها. السيارة مثل ما بنشوف جوا اكيد اتس لكجريس كار، واللكجري تبعيتها بتكمن اكيد بالديزاين، كمان اتس ان انجلش كار بنشوف انه فيها شوي تاتش اوف ريترو شكل ريترو، وبنشوف هون 7 انش سكرين اللي فيكم تتحكموا فيها، فيها دي في دي بلاير وغير اكيد سي دي بلاير. هلا فرجيكم السكرينز اللي ورا وفيكم تتحكموا بالانترتينمنت سيستم من خلال هالريموت كنترول. اكتف ستيرنج ويل مثل ما بنشوف هون فيكم تتحكموا بالكروز كنترول بالسرعه، وكمان بالفوليوم والتراكس اللي فيكم تستعملوا اول مود يلي بيأشركم على السكرين ومن قدامكم على كل شيء حابين تعرفوه كل المعلومات. كمان في كذا طريقه تسوقوا هالسياره، والمعروف بالرينج روفر هن السسبنشن تبعها، والسسبنشن يلي اكيد بخلي السياره تكون اسع على الطريق او تكون سوفتر على الطريق. 6 سبيد اوتوماتيك ترانسميشن يلي اكيد بخلي السياره تكون سريعه كمان وثابته على الطريق من خلال الستابيليتي كنترول سيستم يلي هو الدي اس سي دايناميك ستابيليتي كنترول. ومن بعد ما نحكي عن دايناميك ستابيليتي كنترول بنحكي كمان عن الفور اي تي سي يلي هو الفور ويل الكترونيك تراكشن كنترول على الدوليب الاربعه، وكمان بنفس الوقت للستابيليتي وللثبات تبع السياره كمان في الاي بي اس سيستم اي بي دي والبي اي اس ان الفريناج، وكمان اكيد يلي كلهم بيشتغلوا مع بعض حتى تكون فيها انجن مانجمنت تكون السياره كثير ثابته على الطريق. السياره الموجوده معنا اليوم رينج روفر 2007 ماشيه 95000 مايل، واكيد موجوده لكم لكل الاشخاص يعني بيحضروا اوتو فوكس اليوم على الارقام بتشوفوها بسعر كثير كمان خاص يلي هو 47500 دولار. كمان شغله لازم اقولها اوبشن كمان ادد لهالسياره هي البلوتوث، وهذا اكيد اذا حبيتوا اكثر عنا فيكم تستفسروا، لكن انجوي ذيس كار.